برضه الابحاث قالت انا مش بعمل شوف حضرتك خطط ازاي في فيمتو ثانيه. انا بس يعني بهدي النفوس. لا انا هقول لحضرتك على حاجه. الراجل هو الماده الخام للنكد. ليه؟ لان اكيد طبعا لان اكيد لو البيت سعيد وهو داخل يدخل بهجه ومرح وانس وتالف وامتصاص للمشاعر السلبيه واحتواء للمشكلات واول باول هو رافض من روافض السعاده, اكيد هي كمان هتعيش كويسه وهتعيش في اريحيه وهيلاقي فيدباك او تغذيه. هو بيبقى راجع اناوي على ده, بس هي تقعد تقول له العيال ما راحوش الدروس, الولاد ما ذاكروش, الخضار ما جاش في ميعاده, ما اعرفش ايه حصل. دي مشكلات حياتيه مش خلافات. يعني الذكاء بقى اللي انا ما احولش المشكله لخلاف, يعني ده مهم قوي. بمعنى في مشاكل عندي في البيت مش من اول ما يجي من بره اقعد اكلمه, لانها حاجات يوميه موجوده كل يوم. خلاف هو جاي تعبان وجاي متعصب وهكذا, انتقي الاوقات وده مهم قوي, وانتقي كمان الاوقات ما خلوش هو لسه صاحي من النوم اكلمه وما اقول المشكله اقولها مره خلاص وصل المسج, مفيش داعي اقعد اكررها. يعني انا جالي مره زوج قال لي والله يا دكتور انا كنت مولود ودن كبيره, بص جاي لسعادتك ما فضلتش غير دي, مراتي اكلت ودني من كتر الكلام. فبرضه خلاص هو بيفهم, والله بيفهم يعني. على ذكر انتقاء الاوقات يا فندم, هو بيفهم بس بينسى, فمحتاج يتذكر كل شويه. لا ممكن يكون بيرتب اولوياته, فلما تيجي تذكريه تاني مره ذكريه بحلول, يعني قولوا ايه رايك في 1 2 3, ده مهم ومهم جدا. غششه طبعا, غشش طبعا عشان نغششيه, غشيه الاجابه ده مهم. ومهم برضو لما تيجي تكلميه ركزي على السلوك مش على الشخص, بمعنى ان هو مثلا جه في موقف ما جابش هديه في عيد الام لوالدتك مثلا, ما جيش اقول له انت بخيل, لا اقول له في الموقف الفلاني كان المفروض نجيب كذا عشان هي زعلت, حتى لو حاجه رمزيه يا ستي اعملي حل, هاتي من وراه ورجعي اتكلمي. نعمم مش انت كان المفروض تعمل كده, مش انت بخيل, مش انت عصبي, مش انت ما بتفهمش, مش انت متسرع, مش انت مندفع, مش انت مش صاحب قرار حتى لو هو ده. طب الناس اللي بتكون علاقتهم لسه في البدايه, يعني السنه الاولى بيتقال يعني حسب الدراسات او الكلام, السنه الاولى اصعب سنه وبتكون فيها مشاكل زوجيه كتيره, اول 5 سنين لا ده الهرشه السبع سنين, ان كل مرحله عمريه كل مش عارفه كام سنه بتحصل كده ازمه زوجيه كبيره, الكلام ده صح غلط؟ التعامل معاه ازاي؟ هو طبعا صح جدا ان بنتكلم على السنه الاولى من الجواز, لان احنا عندنا في مصر ظاهره اسمها الطلاق السريع, 70% من حالات الطلاق بتبقى في اول سنتين في الجواز. ليه؟ لان كل واحد جاي من بيئه مختلفه بثقافه مختلفه بفكر مختلف بجامعات مرجعيه مختلفه باتجاهات قيميه مختلفه برؤيه تجاه الحياه مختلفه الى اخره. فانا ارى من منظور الشخصي ان الخلافات في اول سنه جواز تحديدا هي جزء لا يتجزأ من القانون اللي بينظم العلاقة الأسرية, فده مهم قوي لحد ما يتبعوا على بعض ويتطبعوا على بعض وياخدوا شكل واحد. هم اللي بيعملوا القانون ده, هم اللي بيعملوا القانون, هم اللي بيشكلوا القانون ده, فيقفلوا على نفسهم قوي ما يروحوش للأهل قوي ويتفهموا ان هم جايين من بيئات مختلفة, فنحاول بقدر الامكان نتفهم ده. وبعدين خدي بالك انا بنصح اي حد, 90% فترة الخطوبة بتساعد على تجاوز السنة الاولى دي بدون خلافات قوية. للأسف مش في البيئة العربية, لان احنا بنهدر فترة الخطوبة في الدباديب وفي الاغاني وفي البوستات وفي التجمل الى اخر الكلام ده. ما بقولش ما نعملش ده, نعمله, بس لازم نبقوا شايفين اخطاء بعض ولازم نعدل افكار بعض عشان لما نيجي نتجوز نتجوز اللي شبهنا. يعني ايه اللي شبهنا؟ كنا زمان بنتكلم نقول لما بقى في جواز توافق في العمر والبيئه الاجتماعيه والاقتصاديه ده خلاص قدم, دلوقتي بقى الجديد الابديت بقى اللي انا لازم اشوف الافكار. يعني ايه الافكار؟ انا لما يجي عريس لبنتي هناقشه ايه رايك في عمل المراه عشان ما افوجئش ان انا بعد العمر ده كله بعلمها وبيقول لها عودي, فلازم اعرف اتجاهاته العامه في عمل المراه, في علاقاتها مع الجنس الاخر, في علاقات السوشيال ميديا, علشان ما يدخلوش في الموضوع خلافات. الموضوع توجهات, يعني توجهات احكم عليه, لان ممكن حاجه تبقى في المستقبل مثلا بعد 10 سنين ممكن تبان الفكره هنا ومشكلته. بس على ذكر التوقيت كنا بنتكلم لسه فيه برضو مشكله وظاهره, مساله الاهتمام ما بتطلبش مثلا, ده على جنب ممكن هنتكلم فيها. تاني حاجه لما يكون في خلاف حصل ما بين الطرفين, الست ممكن بعضها بتبقى شايفه ان هو لا لازم ترد دلوقتي ولازم تتكلم لازم تعبرني زي ما بيقولوا, وممكن في مدرسه تانية من الرجاله يقولك لا انا هنزل ابعد شويه اهدأ بعدين اجي اكلم. نحلها ازاي الاشكاليه دي؟ يعني بص كل واحد حكيم نفسه حسب الموقف, هل الموقف بيتطلب لان ممكن اتناقش فيه وقتيا حاجه متعلقه بابني, يعني ما ينفعش اقول لي مثلا ما بيذاكرش وهي قاعده متنحره وانا اقعد اقول طب ماشي بكره تكون هادت شويه, ده لازم ناوي لازم دلوقتي,
فحسب الموقف ده مهم. انما لما يبقى في موقف مؤجج بين الاثنين لحاجه خاصه بين الاثنين لا نبعد شويه، مفيش مشكله خالص يعني. وبالمناسبه كنا زمان المدرسه القديمه بتقول لما يبقى في مشاكل ما يتناقشش قدام الاولاد، لا لما يبقى في مشاكل سهل السيطره عليها نتناقش قدام الولاد ونختلف قدام الولاد. يعرفوا ان بابا وماما بيختلفوا في الاراء لكن بيرجعوا يتصالحوا تاني. بالظبط، عشان بغرس في ابني فن الاختلاف، وان الاختلاف ده ما بيخسرش، عشان هيكبر بعد كده يكون زوج وهي تكون زوجه بالظبط. وسهل جدا يبقى في مشكله بين الاثنين، بس لو احنا ما تعاملناش معاها صح هتتحول لازمه، فنخلي بالنا برضو من الجزئيه دي. فابني بس يبقى شايفها. بس في اطفال برضو يا دكتور بتكون حساسه جدا لدرجه ان هي بتتصور ان مجرد ان الحوار احتد ما بين الاب والام على حاجه بسيطه جدا ان ده خلاف كبير، وان بابا وماما ما اعرفش ايه والعلاقه مش كويسه، وممكن خيالهم يصور لهم اشياء. الى اي مدى انا يعني اقدر اسيطر على الافكار دي ويعني اخلي الامور تمشي في نصابها الصح، ما الموضوع ما يفلتش مني برضو؟ ايه الخلافات البسيطه اللي ممكن يحضروها؟ ازاي اسيطر عليها؟ يعني الامر يعني برضو مش سهل. من الخلافات اللي هي متعلقه بتربيه الاولاد، بلبس الولاد، بشكل الولاد، بيحلق حلقه كده مش مظبوطه في العيد والام شايفه ان دي مش مظبوطه، ده الاسره كلها بتعلق على الحلقه دي لازم. اغاني المهرجانات اللي بيسمعوها، الحاجات اللي هي الحياتيه البسيطه، امور خلافيه في الماده كده شويه، دي كلها نخلي بالنا منها. وفي امور خدي بالك قد يعتقد الابن الصغير ان في خلافات مؤججه فادت ليها، زي ايه مثلا؟ جاء محصل الكهرباء او الميه، فالاب نايم، الام مش عاوز تقلقه فبتاخد من جيبه، فالولد ممكن يعتقد ان في بينهم خلافات لدرجه ان هي تسرقه، لدرجة انها تستحل ماله برغم ان الامر بسيطه في اعنته. يبقى لما يصحى من النوم فكره مختلف، يعني فكره مختلف ليه، عالمه الخاص طبعا. فممكن هو في يوم من الايام يتجرأ على الاب لانه شاف السلوك دوت، فلما يجي يصحى من النوم الاب، الام تقول له على فكره ده محصل الكهرباء، فخدت منك من جيبك قد كده وادي الباقي قدام. ده مهم ان يكون قدام، قدام اللي شاف طبعا، لان الحاجات دي كلها بتدي تفسيرات لخلافات قد تكون مش موجوده غير في عقول اولادنا. ما يروحش يقول لها بعد كده والله لو عملتي كذا روح قال لبابا ان انت خدتي فلوس. بالظبط كده، يبقى فاهم. ايوه بالظبط كده. وبعدين دايما انا بقول في الخلافات ايه، من الاخر كده بقى، يا حلو قول لي على طبعك اطوعك وانا امشي عليه. خلاص انت بتتضايق من صوره على النت مش حاطه، انا بتضايق انك بتتكلم مع حد مثلا، ما تتكلمش. من الاخر يعني، انت من الاخر انت حكيم نفسك. خدي بال سيادتك، عالميا من كل 6 حالات طلاق في حاله اسمها طلاق النوم. ايه طلاق النوم ده؟ ان شريك الحياه تعبني، انا بحب انام في الضلمه وهو بينام في النور، انا بحب يعني انام في هدوء وهو قاعد مشغل جنبي لايك وشير وصلي على الزين وقلقني عشان يسمع اخبار الكوره، انا بحب يعني انام في تكييف وهو يحب ينام في الحر مثلا يعني، فبستشعر عدم التقدير فبيخليني دايما متوتره. فهنا عصبية. الحوار بقى مش ما بيننا وما بين بعض من البدايه، انا بحب ايه وبكره ايه ونفس بالظبط. فبيحصل طلاق بعد كده، من كل 6 حالات طلاق فيهم واحده. طب دي حلوها ازاي؟ شريك الحياه يحلوها ازاي؟ يعني الموائمه زي ما حضرتك بتقولي، التوافق بقدر الامكان، التفاهم، يعني لازم اتفاهم، بسمع انا احب انا انام على مثلا حاجه على اليوتيوب احط السماعات البس انام بيها خلاص مفيش مشاكل. شريك الحياه ما بيحبش النور، اشغل نور برضه بس حاجه خافته ما اقلقهوش، وهكذا حاجه بيبي لايت كده ولا حاجه بسيطه. يعني الموائمه، ما يبقاش فيه مناطحه، ما يبقاش فيه عناد، ما هياش معركه. لان خدي بال حضرتك من اكبر الكبائر في العلاقه الاسريه ان الواحد يدخل معركه الكسبان فيها خسران اكتر من المهزوم. يعني احنا مش داخلين خناقه، ده احنا داخلين في حياه اسريه لازم تكمل الى ابد الابدين. وبقدر الامكان بقى ما نطورش الخلاف لعنف، لا لفظي ولا معنوي ولا مادي لكل الاطراف.